يعني بحضراتكم مره اخرى كابتن عمر. كابتن حسام حسن يعاني دائما من الغيابات دائما. الاتحاد منذ تولي كابتن حسام حسن من قبل كمان عنده غيابات باشكال مختلفه. النهارده ما زال يعاني من هذه الغيابات في هذه المواجهه. هيتعامل معاها ازاي؟ هو بيتعامل الحقيقه يعني باللي موجود عنده. يعني ما عندوش خيارات تانية لان اكتر من 13 لاعب ما بين غيابات وغيابات مؤثره جدا. هروب بعض اللاعبين او الافارقه بالتحديد، رباط صليبي 5 لعيبة، كسور في الوش، يعني حتى انه اضطر مباراه الزمالك انه يلعب خالد الغندور وهو ما اكتملش شفائه، يعني صحيح. انه عنده نقص الحقيقه. صحيح. فهو مضطر يتعامل بالقماشه اللي موجوده معاه، وهم لعيبه كويسه فعلا يعني. لكن هي المشكله النهارده انك هتواجه فريق ما عندوش خيار تاني غير الفوز. مظبوط. وفريق جيد وان كان اضعف خطوطه وخط الظهر يعني، لكن هو فريق جيد في الجزء الهجومي كلاعيبه نص ملعب او مهاجمين يعني. هي دي بس النقطه الوحيده اللي ممكن تقلق كابتن حسام، لكن اعتقد اللي موجود يقدر يسد بشكل او باخر ان شاء الله. لسه مكملين مع حضراتكم وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله.